يبدو أن أوضاع الحريات الصحفية في إيران متجهة نحو الأسوأ نتيجة تغيرات مستمرة للقوانين الإيرانية للحد من حرية التعبير عن الرأي بشكل أوسع، سيما بعد موجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني. ومع دخول إيران قائمة أسوأ 10 دول في التعامل مع الحريات الصحفية وفقا لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود نتيجة الاستهدافات الواسعة للصحفيين الإيرانيين أو الأجانب، أشار مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان إلى تنفيذ إيران حملات إعدام واسعة بحق كل صحفي يخالف أو يعارض برأيه سياسة النظام والسلطات الإيرانية، وهو ما وضعها في القائمة السوداء بما يخص مجال حريات حقوق الإنسان بشكل عام. نحن نلمس ونرى كل يوميا تقريبا هناك حملات للإعدامات للمخالفي الرأي في الجمهورية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران هي في يعني جميع المنظمات الدولية وضعت إيران سواء في مجال حرية الرأي، يعني حقوق الإنسان بشكل عام، حقوق المرأة، حقوق الطفل، وحق الرأي وحق المعتدل، وضعت يعني هذا البلد في القائمة السوداء باعتبارها تنتهك حقوق الإنسان. وصنف مراقبون النظام الإيراني واحدا من أفشل الأنظمة في التعامل مع الحريات واحترام الرأي الآخر والديمقراطية منذ 40 عاما، واعتبارها دولة مبنية على الترهيب فقط. إيران منذ عام 1979 والثورة الإسلامية لحد الآن يعني 40 سنة ليس فيها حريات الصحافة، حريات الإعلام، حريات الشخصية، ودولة يعني أقول دولة مرهوبة ومبنية على الترهيب والترغيب يعني دائما، ودولة بوليسية وليس فيها حريات التعابير، حريات الصحافة. وكما قلتم الإيران بقائمة السوداء للدول التي لا يوجد فيها حريات. قانون الصحافة الإيراني يحظر أمورا عدة، بينها تحريم الترويج لكل ما يناهض النظام الإيراني أو الإساءة لمرجعياته أو نشر التصريحات المعارضة للدستور أو إهانة المسؤولين سواء كانوا داخل إيران أو حتى أولئك الذين خارج حدودها، وهو ما دفع 13 منظمة دولية وإنسانية لاتخاذ موقف مشترك من الممارسات الانتقامية للنظام الإيراني التي طالت مؤخرا عائلات جميع الصحفيين المعارضين لسياسة طهران.